الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي خريستوس أنستي، اليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. النهاردة موضوع الاحتفال بتاع الكنيسة وقراءات الكنيسة كلها حوالين كلمة بالحقيقة قام، لأن تأكيد حقيقة القيامة ليه في طقس الكنيسة مناسبة حلوة أوي النهاردة. في يوم الأحد التالي لعيد القيامة اللي هو بيبقى الحد اللي بعد عيد القيامة على طول، الكنيسة ده بتسميه دايما أحد توما، علشان ارتبط بالقراءات اللي فيها ظهر رب المجد للتلاميذ ومعهم توما بعد ما توما شك في حقيقة القيامة. يمكن ده الاسم أو الحاجة المشهورة في وسطنا كلنا، لكن في تسمية حلوة قوي لهذا الأحد يمكن في كتير مننا معرفوهاش، وهي الأحد الجديد. والأحد الجديد ده عيد من الأعياد السيدية الصغرى اللي الكنيسة رتبت إن هو يبقى عيد خاص تحت. يمكن الطقس بتاعه مش بنحس بيه لأن فترة الخمسين كلها فترة فرح، فمش بنحس بأن فيه اختلاف في الطقس على اعتبار أن هو عيد سيدي، لكن ده من الأعياد السيدية، واحد من الأعياد السيدية السبعة المعدودين في الكنيسة اللي هم الأعياد السيدية الصغرى. فكرة ان ده الأحد الجديد دايما ده اليوم الثامن من القيامة، دايما اليوم الثامن ده إشارة للتجديد في حياتنا. عشان كده هنلاقي المزامير كلها بتاعت القراءات سواء إنجيل العشية أو إنجيل باكر أو إنجيل القداس، المزامير بتاعتهم بتتكلم عن التجديد، عن التسبيح الجديد. هنلاقي المعنى ده واضح قوي مثلا في مزمور باكر: سبحوا للرب تسبيحا جديدا، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. موضوع التسبيح هو الخلاص بتاع ربنا، العمل الخلاصي اللي ربنا قدمه على خشبة الصليب وقيامته من بين الأموات. نفس المعنى هنلاقيه في مزمور العشية: غنوا له أغنية جديدة، احسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. ربنا كان أمين في أنه هو يصنع الخلاص وتمم خلاصه لينا، تمم الخلاص لينا ويقدمه لنا خلاص مجاني، ويقبل أنه هو يذبح لأجلنا. نفس المعنى هنلاقيه في مزمور القداس: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وزراع قدسه. اهتفوا للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. ناخد لبالنا هتاف وتسبيح وعزف وترنيم، غناء للرب، غنى نغني للرب. ايه ده؟ ده علامة تهليل عظيمة جدا بتقدمها لنا الكنيسة في قراءات النهاردة، علشان تلفت انتباهنا لحالة الفرح اللي هنبقى فيها في الأبدية. مش هيبقى في شك ولا أي حاجة تاني، هنبقى متيقنين من القيامة قوي، ونعيش فرح القيامة فرح دائم. عشان كده هو ده هيبقى موضوع تهليلنا، إني يسوع المسيح الحمل الحقيقي قام من بين الأموات زي ما بنقول في الألحان بتاعتنا. في القراءات هنلاقي في حاجة حلوة أو ملحوظة حلوة أو كده نخلي بالنا منها في القراءات ما بين إنجيل العشية وإنجيل باكر. هنلاقي حادثتين ارتبطوا بصيد السمك. حادثة فيهم كانت في بداية خدمة رب المجد على الأرض، والحادثة الثانية كانت بعد القيامة. الحادثة الأولى
كانت صيد السمك الكثير دي وردت في إنجيل لوقا إصحاح 5، يقول لنا كده إن السيد المسيح دخل السفينة وقال يعني بيتكلم مع بطرس، فقال له إيه؟ فأجاب سمعان: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. لما قال له ألقي الشبكة، فقال له: لكن على كلمتك ألقي الشبكة. لما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. الشبك ابتدى يتقطع، والسفينتين ابتدوا يغرقوا من كتر السمك. ايه ده؟ على الكلمة بتاعت ربنا، على كلمتك ألقي الشبكة. طيب، وفي حادثة صيد السمك اللي كانت بعد القيامة، ايه اللي حصل؟ هنلاقيها في إنجيل باكر. في إنجيل باكر بعد القيامة التلاميذ قاعدين، فبطرس راح خد معاه ستة من التلاميذ وراحوا إلى بحيرة طبرية علشان يصيدوا سمك. رايح يصطاد، يشتغل، رايح يعني ممكن يبقى عايز يتسلى، لكن هو في الآخر رايح عشان يشتغل، ما حبش ان هو يقعد بدون عمل. فأخذ معاه، راحوا سبع تلاميذ مع بعض، كان معهم توما. على فكرة كانت الحادثة دي من حيث الترتيب الزمني بعد ظهور الرب للتلاميذ ومعهم توما، والكنيسة ليها قصد حلو من كده، انها تخلي الـ كل واحد من الشعب لما يسمع الحادثة دي ما يبقاش الـ الموضوع الأساسي ان توما شك، لكن الموضوع الأساسي ان رب المجد بيظهر ذاته حيا ببراهين كثيرة. ما نركزش على الخطأ بتاع توما بقدر ما نركز على التعامل الحلو اللي فيه كله محبة وفيه تشجيع من رب المجد. يقول لنا كده إنجيل باكر من إنجيل يوحنا إصحاح 21: كان سمعان بطرس وتوما، أول واحد بعد سمعان بطرس أهو، الذي يقال له التوأم، ونثنائيل الذي من قنا الجليل، وابن زبدي، واثنان اخران من تلاميذه، سبعه كانوا مع بعض. قال لهم سمعان بطرس: انا اذهب لاتصيد. فقالوا له: نذهب نحن ايضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينه للوقت، في تلك الليله لم يمسكوا شيئا، نفس اللي حصل معاهم في المره الاولانيه. قال لهم يسوع بعد ما ظهر لهم رب المجد وقال ارمي الشبكة على الجانب اليمين، راحوا هم قالوا: ايه ده؟ ده هو ربنا، ده هو ده الرب، هو ده الرب. المعجزة دي يقول لنا كده ان بعد ما جذبوا الشبكة للشاطئ، قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغذوا. ولم يكسر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. يوحنا لما قال له ارمي الشبكة على الجانب الأيمن، قال لبطرس: هو الرب، هو ده رب المجد. وتوما اللي كان متشكك، ما حدش شك تاني خلاص، ما حدش سأله حتى انت مين، لان هم كانوا عارفين ان هو مين، ان هو رب المجد. في الحقيقة المعجزة دي يمكن الاباء اللي اهتموا بتفسير الكتاب المقدس وقفوا كتير عندها، والكل بلا استثناء ربطوا بين العدد 153 ده بالأبدية، كل واحد بطريقته، لكن المهم ان الكل كان شايف، كل الآباء شايفين
ان الحادثة دي مرتبطة بالحياة الأبدية، مرتبطة حتى بالحياة الأبدية في الإمكانيات الجديدة اللي ادها رب المجد للشبكة، الشبكة اللي ما اتقطعتش رغم الكترة بتاعت السمك الكبير اللي فيها. في المعجزة الأولى الشبكة والسفينة كانت هتغرق، لكن بعد القيامة حتى المادة لما تباركت بكلمة رب المجد نفسه بإلها إمكانية جديدة. رب المجد قعد وقدم لهم كمان أكل، وطلعوا لقيوا فيه سمك محطوط على جمر نار، السمك بيتشوي. والأمر ده علشان رب المجد يعلن كده ان ده ظهور حقيقي لرب المجد، مش خيال ولا اي حاجة تاني، ولا ده ظهور بجسد حقيقي، بجسد القيامة الحقيقي لرب المجد قام به من بين الأموات. حاجة تشوق وتفرح ان الانسان يبقى شايف ان الهه اللي قدم له الخلاص والفداء صلب من أجله كمان بيقوده للدخول الأبدية. الأمر ده شافه بولس الرسول وكتب لنا كده علشان يشوقنا للاتحاد بشخص رب المجد. قال لنا كده في رسالة أفسس: أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. ايه بقى اللي احنا تعلمناه؟ ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الانسان الجديد ده اخذناه منين؟ اخذناه من قيامة رب المجد من بين الاموات اللي جدد طبيعتنا وادانا الحياة الجديدة. في الإبراكسيس اتكلم بولس الرسول عن القيامة مع الفلاسفة الإبيكوريين والرواقيين، واتكلم معهم على أن القيامة حقيقة. فقالوا بعضهم لبعض إيه بقى؟ ماذا ترى، ماذا يريد هذا المهزار أن يقول؟ في ناس بتنظر للقيامة بنوع من الشك، أو تعتبر أن ده كلام فاضي وأن ده تهريج. وناس تاني قالوا إيه بقى؟ أنه يظهر مناديا بآلهة غريبة. إيه الإله اللي يؤمن بالأموات؟ ده حاجة غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع القيامة. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. لكن في ناس بتقبل القيامة وتصدقها وتعيشها. في إنجيل القداس الحادثة الشهيرة بتاعت ظهور رب المجد لتلاميذه معهم توما، بعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. أما هذه، كمل لنا كده يوحنا الإنجيلي يقول لنا كده: أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. ربنا بيتعامل مع أولاده علشان يثبت عندهم أن القيامة حقيقة، يقدموا عنها شهادة حية وصلت كتير منهم أن هم يسفكوا دمهم عن قناعة وثقة في الإله القائم من بين الأموات. ربنا بيطول باله ويحتملهم و ينقل الحقيقة بتاعت القيامة لحياة كل واحد من ولاده علشان يتمتعوا بالحقيقة دي ويعيشوها في حياتهم. على فكرة ساعات كتير مننا ناس تقول كده: طيب افرض ان انا متشكك،
ربنا ما عملش معايا زي توما لو يظهر لي ويقول لي تعالى. رب المجد نقل لنا الخبرة بتاعت توما، واحنا من خلال توما تيقننا ان التلاميذ ما كانوش مخدوعين ولا كانوا مجموعة من الناس السوزاج اللي اي حاجة بتتقال لهم بيصدقوها. ده هم عانوا كتير من تشكيكات الشيطان ليهم وتيقنوا من حقيقة القيامة. واحنا بنتعلم في طريقة في التعلم اسمها نقل الخبرات. احنا خبرات كل الاباء دي اتنقلت لينا كحياة معاشة مش كمعلومات، بنعيشها حقيقة معاشة، حقيقة القيامة من بين الأموات. عشان كده كنيسة في كل يوم بتأكد لنا أن المسيح قام، بنعيش القيامة، بنشهد للقيامة، بنتمتع ببركات القيامة والدخول إلى الحياة الأبدية. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام، له كل المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد. أمين. Thank you.